ان الام ديالهم تخلات عليهم وكان غير هو والاب ديالو، والحمد لله منذ ما جاء المركز ولا تحسن مزيان حتى على مستوى النظافه والملابس، وتنتبعوا مع الادويه بواحد الشكل خاص. جمال ولا راه ولا مزيان ياك جمال؟ وليتي بخير دابا؟ مزيان دابا الحمد لله، ماشي بحال الاول. دابا وليتي بخير، تاكل تشرب تتنعس مزيان ياك؟ والحمد لله. هشام احرار المنسق الاقليمي للعصبه المغربيه للتربيه الاساسيه ومحاربه الاميه فرع زلال. المركز الاولي للاشخاص بدون ماوى هي مبادره كريمه ومبادره جميله ديال السيد العميل الاقليمي الازلال باش نقضوا هاد الاشخاص بدون ماوى، لان كما تتعرفوا ان ازلال تتعرف تساقطات ثلجيه ومطريه بشكل كبير، وكانوا سابقا ان كان هناك وفيات. منذ مجيء السيد العام ان فكر في هذا المشروع ان غيدار في هذا المركز، والحمد لله العصبه المغربيه للتربيه الاساسيه ومحاربه المياه تبنينا هذا المشروع بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمجلس الاقليمي، مشكورين اللي حاولنا باش ننقذوا واحد 25 شخص اللي فيهم نساء وفيهم اطفال وفيهم رجال اللي تيعيشوا معنا مع في هذا المركز، اللي تنحاولوا توفروا لهم ظروف جيده على مستوى الايواء، على مستوى الصحه، على مستوى التغذيه، على مستوى الاستحمام. ومع هذا المرض ديال كوفيد 19 حاولنا باش نديروا لقاءات تحسيسيه وتوعويه لهاد النزلاء على مستوى التعقيم، على مستوى غسل الايدين، على مستوى مسافه الامان الايواء، على مستوى مسافه الايمان. وحاولنا باش كاين واحد المجهود كبير باش ما يتقاس حتى شي شخص، اضافه ان هذا المركز كان تيستقبل في هذه الظروف اللي هي عصيبه اللي كانت تعيشها البلاد، النزلاء ديال السجن اللي تيخرجوا من السجن ما تيلقاوش فين يمشي، لان كانت مؤسسات فندقيه وكانوا سيارات الاجره، كان كل شيء تحبس، كل شيء تحبس. وحاولنا هاد الناس اللي تنحاولوا تنستقبلوا تنوفروا لهم فين ينعسوا، لان كاين جناح خاص بهم، وايضا التغذيه. اضافه ان كنا تنستقبلوا حالات مرضيه اللي تتمشي للمشفى الاقليمي ديال ازيلال وتوصل ليه ما تلقاوش فين تمشيو، بمعنى كان هناك واحد المجهود كبير 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 جدا. اضافه ان كانت عندنا واحد نزيله اللي كانت ولدات هنا واحد الجنين في ذوك الظروف اللي حاولنا باش نوقفوا بجنبها. الحمد لله توفقنا في هذا العمل، ومن بين البرامج المستقبليه ديالنا باش نحاولوا ندمجوا هاد الاشخاص في سوق الشغل عبر برامج ديال التكوين في التدبير المنزلي وفي التكوين في المجال ديال الحلاقه والخياطه، باش هاد النزلاء على الاقل غيخرجوا بواحد المهنه، بواحد الحرفه، بواحد الدبلوم، باش يتمكن غيدخلوا به سوق الشغل بلا ما يرجعوا ثاني للاماكن منين جبناهم، اللي هي اماكن قرب المحطه الطرقيه قرب المسجد الاعظم. بمناسبة عيد الأضحى نبارك إلى صاحب الجلالة العيد الأضحى، وأيضا عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي اللذان يقدمان خدمات إنسانية جليلة كبيرة لفائدة نزلاء مركز الإيواء للأشخاص بدون مأوى وأيضا بعض المحسنين. صافي خلي هذيك.
بالضبط. وهذا بجيت من المركز هنا بخير وعلى خير. هذا الساعة اللي كنت في الزنقة من كرفس دابا وليت لاباس، جابنا هنا تعطينا الدواء. كنت هذاك الأول مريض شوية في الأعصاب، تنشرب الدواء كيعطينا الدواء. الحمد لله بخير وعلى خير، وليت لاباس الحمد لله. كان نعس مزيان، كان تغدى مزيان، كان نعس مزيان، كان نشرب مزيان، كان تعشى مزيان، كان غسل لي هذاك حوايجي مزيان، كلشي مزيان الحمد لله. واكل شارب الحمد لله، ما خاصني حتى شي حاجه. كيفاش كنتي تعيش برا؟ هذاك الساعه ما عندي فين نمشي، تنعس غير في الزنقه، ما عندي فين نمشي، ما عندي لا ولاد لا بلاد. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.